أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، دائما مع سلسلة في ظلال رمضان، الحلقة الخامسة تحت عنوان رمضان شهر العتق من النار. تعرفون معشر السادة والسيدات أن شهر رمضان المبارك هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، ودليل ذلك أنه يتزاحم فيه من الخيرات والمبرات ما لا يتأتى في غيره من الشهور. ومن ضمن فضائله وهداياه أنه أكبر فرصة للعتق من النار. والعتق هو أعلى درجات التحرير من النار، ومعناه أن يقضي الله جل وعلا بفضله وكرمه أن لا يدخل العبد النار أبدا، كما يؤمنه مع ذلك من الفزع الأكبر ومن عذاب النار. لاحظوا، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فالكل يغفر له بفضل الله. وقد ذكر العتق هذا في قصة أهل بدر، عندما أراد عمر رضي الله عنه أن يؤدبها الصحابي الجليل الذين قال إلى المشركين في مكة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأول عتيق في الإسلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك من أسمائه عتيق. ومن علامات هذا العتق أن يوفق العبد للتوبة، وأن يوفق للدعاء، وأن يوفق للاستغفار. وفرص العتق في رمضان كثيرة جدا، ومن جوانبها أولا أن الله عز وجل له عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. ثانيا، مما ورد أن هذا الدعاء ذكر صلى الله عليه وسلم أن من قاله يعتق من النار، ونصه: إلهي إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. قال عليه السلام: من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاث مرات أعتق الله كله من النار. فرصة أخرى أنه من ضمن حديث طويل ورد فيه ما أعطيه صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومن ذلك أنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا، ومن غفر الله له لم يعذبه أبدا. وفيه إشارة إلى أن الله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق 70,000 من البشر، حتى إذا كانت آخر ليلة أعتق مجموعة ما أعتقه طيلة رمضان.
يعني 70,000 مضروب في 29 أو في 30. أين أنت أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة من هذا كله؟ إنها فرصة لا تفوت. لا إله إلا الله، عتق ثم عتق ثم عتق، غفران ثم غفران ثم غفران. ما أتعس العبد أن يحرم من هذا كله ولا يكون له فيه نصيب. فيا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا رب الأرباب ويا معتق الرقاب، لا تختم هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا وحرمت عظامنا على النار. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.